مجموعة من الإكراهات والإشكاليات اللي كتمس محيطنا البيئي. كلنا عندنا الحق باش نعيشوا في واحد محيط بيئي سليم ونظيف. أنا غير عندي سؤال أولا كيهم الضيوف المؤسساتيين أولا الأستاذ سمير والسي عيش اللي كيمثل البلدية، على يعني كاين استراتيجيات على المستوى الوزاري، المستوى الوزاري كاين كذلك برنامج عمل على المستوى البلدية، لكن بغينا نعرفوا التقائية البرامج التقائية ما بيناتكم فيما يخص هذه المقاربات اللي كتهم التعاطي مع الشأن البيئي على مستوى المدينة. مسؤول بلدية أكادير، بغيت غير واحد المشروع كنا تبعناه كإعلاميين ديال فرز النفايات، كانت دارت جميع علوم حياة الأرض مع بلدية أكادير، وكانت تجربة جميلة جدا، كلنا يعني دعمناها وساندناها. بدات من عمارات حي السلام، ولكن للأسف ما عرفناش فين وصلت هذه العملية. كذلك سؤال كيتعلق ب كنا ترناه في اللقاء اللي كان فيه سي بودر كابو وتيجيا وغيرها، على المهن الملوثة كإشكالية اللي كطرح على مستوى مدينة سياحية كمدينة أكادير. الآن كنشوفوا مشاريع مثلا كاين نقاط سوداء في المدينة، مشاريع على مستوى مدينة طنجة، لكن للأسف مدينة طنجة مازال فيها مدينة صناعية. كنا كنتكلموا على ترحيل ديالها لذاك لوبوان اللي في على طريق الدرارقة، ولكن حنا بغينا نعرفوا المآل ديال هذا المشروع. بالنسبة للمسؤول على الشركة ديال النقل، حنا كنا محتاجين لوسيلة نقل اللي هي كتحترم الجانب ديال البيئة. كنا محتاجين أننا في التنقلات ديالنا ولاو السيارات ديالنا كيتعبونا، ما كرهناش حتى حنا وسائل النقل مريحة اللي كتلقى فيها راحتك. بغينا غير الشروط المعتمدة فيما يخص هاد الحافلات على مستوى الاحترام ديال البيئة، احترام المواعيد، يعني ما بين رحلة ورحلة وغيرها، يعني نقاط لكل الساكنة ديال المدينة كيتسناو. شكرا.